هاتي المرأة المبدعة الحقيقة إنه واجهتنا يعني حيرة، مش أقول مشكلة، لكن حيرة كبيرة في أي موضوع نطرحه ونناقشه مع الصديقات الإيطاليات. ورغم إنه إحنا اخترنا بالأول موضوع التاريخ النسوية والمشاركة السياسية، لكن ظروف وضعنا كجمعية مرأة مبدعة موجودة في شارع الوحدة اللي اتعرض لمجزرة الوحدة وحرف كتير، يعني غير كتير اللقاء للحديث عن تجربة النساء في الحرب وتجربة المبدعات في الحرب وما بعد الحرب. E noi come donna creativa praticamente abbiamo prima scelto l'argomento praticamente delle, sulle questioni femminili di trattare, su questo di parlare, però è stato per il nostro caso che noi siamo trovati praticamente durante l'ultima aggressione praticamente una zona dove ha subito. أرجو من الصديقات الإيطاليات ومن أي حدا بيتعامل مع النساء في فلسطين أن لا ينظر إليهن باعتبارهن ضحايا. النساء الفلسطينيات لسنا ضحايا، هم فاعلات وشريكات ومواطنات، ويقع عليهم ما يقع على غيرهم. الشعب الفلسطيني ضحية احتلال، ولكن النساء لا يجب أن نتعامل معهم كضحايا منفصلين باعتبارهن كائنات منفصلة. عشان هيك أنا بقول نركز على مناطق القوة ونحاول معالجة أسباب الضعف. يعني نساء متنوعات، والحقيقة إنه كان في نساء مبدعات سواء في الفن التشكيلي أو كممثلات في الماريوت اللي هو احنا كجمعية مرأة مبدعة مهتمات بهذا الفن، وهو في تشابه كبير في ايطاليا فيه. وفي كان نساء تضررنا من العدوان باشكال مختلفة، العدوان الاخير على غزة باشكال مختلفة. يعني كان في عندنا شاهدة عيان، او بديش ارجع اقول ضحايا، هي ضحايا للاحتلال الاسرائيلي وليس اللي هي من ضيف اللي هي فقدت ثلاثة من أبنائها وزوجها، ونجت هي وابنها الصغير عبد الله، كانت موجودة بعد من اللقاء، تحدثت على كيف تلقت الصدمة والحرب، وكيف إن هي فقدت ثلاثة من أبنائها وزوجها في وقت وبيتها طبعا في وقت واحد. Tutti praticamente diversità di partiti, però Palestina unica e Palestina per tutti, non solo per un partito, per una bandiera, il Palestina unisce tutti. Noi dopo quello che noi liberate fronte la nostra bandiera sarà la bandiera di tutto il mondo, tutti praticamente i differenziatori di diritti umani, facciamo una bandiera, unisci tutti nella liberazione del mondo.